يا اهلا بالفيلموية. فيلمنا النهاردة هو فيلم الدراما والاثارة واللي اسمه The Thinning. لكن قبل ما نبدأ لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. الفيلم بيبدأ في سنة 2039 وقتها عدد سكان الارض بدأ يزيد بشكل مش طبيعي وطبعا ده معناه قلة الموارد ومن بعدها على طول انقراض البشرية. والحل الازمة دي الامم المتحدة على طول بتصدر قرار بتقليل الكثافة السكانية. الكلام ده في كل دولة بنسبة 5% بس في كل سنة وده بيتم عن طريق قانون التصفية وهو عبارة عن امتحان بيدخل الطلاب كل سنة واللي ما بينجحش فيه بيتحين بحونة فيها مادة بتموته. ويبدأ الفيلم مع مدرسة اسمها لينا وبتدي درس لطالب ثانوية اسمه سايمون وبيبان ساعتها ان سايمون مش عارف يحل المعادلات الرياضية وبيطلب منها انها تديله حاجة كده فبتديله لينا عدسات رقمية بتخليه قادر يحل كل المعادلات بسهولة. وبنروح لبيت محافظ ولاية تكساس دين ريدينج وابنه بليك ريدينج وبيتسحب بليك كده من بيته من غير ما حد يشوفه علشان يقابل حبيبته اللي اسمها إلي هاربر واللي كانت في عربية قدام البيت وبيكلمها على الامتحان اللي هيبدأ بكرة ولان نتيجة الامتحان هتحدد مصيرهم. بتكون إلي قلقانة جدا لكنه بيطمنها انها تنجح اكيد. وفجأة حارس من حراس والده بيقطع خلوتهم وبياخدوا الوالده على طول في المكتب وبيكون والد بليك زعلان جدا من ابنه علشان ما قضيها بره وناسي خالص امتحان بكره وبيقول له ان زميلته ال دي هتعطله عن انه ينجح في الامتحان وان خلاص هانت كلها سنه وما يكونش في خطر على حياته. تاني يوم ويوم الامتحان بيكون في طلبه كتير قدام الجامعه بيعدوا على تفتيش امني قبل دخولهم وبيطلب بليك من لينا عدسه رقميه تساعده في الامتحان لكنها بتقول له انهم خلصوا. وبتستنى لينا دورها في دخول الجامعة مع صاحبها كيلين وودز وبيكون في طالب بيحاول يغفل الامن وكاتب اجابة الاسئلة على ايده بحبر سري لكن ساعتها الامن بيقفشه وبيهرب الطالب والامن بيجري وراه وساعتها بيمسكوه بشبكة وده لان مفيش حد يقدر يغش او يهرب من الامتحان ده. جوه الجامعة بيحضن بليك حبيبته الي وده قبل ما يدخلوا الامتحان اللي بيبدأ بعدها على طول. هما ساعتين بس ساعتين بس هيحددوا مصيرك. كله كان ساعتها مركز في الامتحان بسرعة لكن بتسبقهم لينا وبتكون اول واحدة تحل كل الاسئلة من غير ما تواجه اي مشكلة على عكس كيلان صاحبها اللي بيبان انه محتاس ومش عارف يحل حاجة. واول ما الامتحان بينتهي بتبان النتيجة وبينادي المدرسين على اسامي اللي فشلوا في الامتحان وهيتفوروا خلاص. وفي وسط قلق وتوتر الطلبة اللي بيتمنوا ان هم يخلصوا بقى من اللي هم فيه بياخد الامن الطلبة اللي فشلوا في الامتحان علشان يعدموهم لكن ساعتها في طلبة بتحاول تهرب وبيمسكهم الحراس ويضربوهم وبتنجح لينا وبليك وصاحبها كيلان. لكن للاسف في اخر لحظة بيتنادى على اسم الي حبيبة بليك وبتكون من اللي فشلوا في الامتحان والامن على طول بيقبض عليها علشان تتعدم. بعدها بيتصل بليك بوالده علشان يلحق الي ويساعدها وما يخليهاش تتعدم لكن والده بيقوله ان ده قانون ما ينفعش يتخطاه وبيجري بليك علشان يساعدها بنفسه وبيهاجم الامن لوحده وساعتها بيقول لها تهرب. طبعا بتفشل محاولته انه ينقذها من الاعدام ومحدش ساعتها بيقدر يهرب رغم انه بيستمر في محاولة انقاذها لكن ما بيكونش في حاجة تانية يقدر يعملها. وبتعدي سنة وقبل امتحان السنة الجديدة بتكون قاعدة لينا مع اختها الصغيرة كورين وبتساعدها في المذاكرة علشان اول امتحان ليها هيبدأ بكرة. وفي نفس الوقت ده بيرن جرس الباب وبتكون بيرج مدرسة لينا في المدرسة واللي بتعاملها هي واختها كأنهم ولادها من وقت وفاة مامتهم. بتحاول بيرج تهدي لينا وتطمنها لانها بتكون قلقانة على اختها جدا وده علشان هيكون اول امتحان ليها وبتأكد لهم ان كل حاجة هتعدي وهتبقى زي الفل. وفي الوقت ده بيكون بليك بيسجل فيديو في اوضته وبيقول فيه انه ناوي يجاوب غلط على كل الاسئلة وينتقم من والده علشان مرضيش ينقذ حبيبته. وبيجي يوم الامتحان وبتوصل لينا اختها كورين للحضانة. بيشغل المدرسين في الفصل فيديو انيميشن بيفهمهم وضع الارض الحالي وبيكون محتوى الفيديو عن قرار الامم المتحدة في تقليل الكثافة السكانية بنسبة 5% وده زي ما قلنا كل سنة لكل دولة. فبيعرفوهم ان كل دولة بتطبق القانون بطريقتها يعني دولة بتصدر قرار ان كل اسرة ما تخلفش غير طفل واحد والدولة التانية بتقرر تعدم المسنين وماشيين بمبدأ مش هتاخدوا زمانك وزمان غيرك. وان امريكا في الوقت ده قررت تدي الفرصة للاذكياء بس ان هم يعيشوا والباقي يموت ويبدأ الطلبة في حل الامتحان. في نفس الوقت بيكون مدرستهم واقفة برا حزينة جدا على الأطفال اللي هيتعدموا وبتطلع ساعتها نتيجة الامتحان على طول وبتعدي كورين أخت لينا وبنروح للينا وكولين في الجامعة اللي بيمتحنوا هما كمان والامتحان ما بيكونش ليه مدة محددة. في نفس الوقت بيلاقي والد بليك الفيديو اللي سجله وبيقول فيه إنه مش هيحل كويس وساعتها بيتعصب جدا بسبب اللي ابنه ناوي يعمله وبيتصل ساعتها بواحد اسمه ماسون كينج وده مدير الامتحانات وبيطلب منه ينجح ابنه في الامتحان مهما كان اللي يحصل وساعتها بيبدأ
بيعدي الميسون نتيجة بليك بنتيجة لينا وبيسقط لينا في الامتحان. في وقت النتيجة بينادي المدرسين على اسم لينا مع اللي فشلوا في الامتحان، وبتتصدم بيرش مدرسة لينا وبتحاول تمنع الامن ياخدوا لينا، وده لانها اشطر واحدة في الجامعة كلها، وان اكيد في حاجة غلط في السيستم. ورغم انه مستحيل حد يقدر يهرب من الاعدام، لكنها بتدي لينا مفتاح كده في السكرتة وتقولها افتح الباب وهربي، وبيكون بليك ساعتها مصدوم انه نجح في الامتحان، وده رغم انه مجاوبش كويس. وبالليل بيحتفل الطلبة اللي نجحوا بمناسبة نجاحهم في الامتحان، وبنروح بعدها لديم محافظ ولاية تكساس واللي بيعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة في خطاب على التلفزيون، وبيتفشخر بنظام التعليم اللي طبقوه واللي خلاهم افضل واقوى نظام تعليم ما بين 196 دولة، وبيكلمهم عن معدل الجريمة اللي قل. وبيكون بليك بيتفرج على والده في الحفلة فبيتسحب منها للطرقة في الجامعة وبيضرب واحد من الامن، وبعدها بيدخل لغرفة التحكم. وفي نفس الوقت بيكون الامن واخدين لينا وباقي الطلبة اللي ما نجحتش في الامتحان، وساعتها بيوقفوهم جنب الحيطة ويجبروهم يخلعوا هدومهم ويبدلوها بهدوم معقمة. بعدها بياخدهم الامن لأوضة الاعدام علشان يستعدوا لحقنهم بالحقنة المميتة، ومن غرفة التحكم بيقطع بليك الكهرباء عن المكان كله، وبتستغل لينا والطلبة اللي معاها الفرصة علشان يفكوا نفسهم ويهربوا، لكن للأسف محدش منهم بينجح، لكن الحظ بيحالف لينا وبتقدر تخلع منهم، وده طبعا بسبب المفتاح اللي بيرش اديته ليها قبل الامن ما ياخدها. وبعد شوية مايسون بيروح أوضة الاعدام وبيتأكد من عدد الطلبة، بيعرف ان لينا مش موجودة وبيدوروا عليها، وبيوصل بليك للينا ويساعدها تهرب من واحد من الامن. وبعد ما بيتكلم معاها شوية بيعرفوا ان في تلاعب حصل في نتائج امتحاناتهم، وبيستخبوا الاثنين في ممرات التهوية وبيمشوا ورا سلك النت، وده علشان يوصلوا لمقر السيرفر ويقدروا وقتها يدخلوا على الكمبيوتر اللي عليه النتائج، وبتكون الجامعة مقفولة على اللي فيها لحد ما يعرفوا مين اللي قطع الكهرباء. وبينتشر الخبر على التلفزيون وفي الولاية كلها، وبيكون اهالي الطلبة واقفين بره الجامعة مستنيين اولادهم وهم قلقانين ومش عارفين ايه اللي بيحصل جوه. وهنا بيتصل المحافظ بميسون علشان يعرف ايه اللي حصل وبالمرة يطمن على ابنه. وفي نفس الوقت بيقع بليك من فتحة التهوية فجأة وبيقع في حمام السباحة، على طول بتنط لينا وراه علشان تلحقه، وبتقدر لينا ساعتها تخرجه بره المية، لكنه ما بيكونش قادر ياخد نفسه، فعلى طول اعزائي المشاهدين بتديله نفس صناعي كده. وبعدها الاثنين بيغيروا هدومهم المبلولة بهدوم تانية، والهدوم دي لقوها في دواليب حمام السباحة، وبيكملوا طريقهم في فتحات التهوية لحد ما بيوصلوا للأوضة اللي فيها السيرفر، وبيكون فيها فرد امن واقف على باب الأوضة وصعب ان هم يدخلوا، وبيزيد البال لطين لما بيقع المفتاح اللي معلينا قدام فرد الامن، لكن لحسن حظهم ان الامن ما كانش مركز وما خدش باله من المفتاح. لكن الازمة هنا في انها ترجعه مرة تانية، بتفكر ساعتها انها تدخل معمل العلوم وتربط حبل بمغناطيس تلقط بيه المفتاح من الممر، وبتدخل فعلا المعمل علشان تنفذ خطتها، لكنهم ما بيبطلوش فرك في المكان وبيعملوا دوشة، وبيجي حارس يشوف اللي بيحصل، وساعتها بتهرب لينا لفتحة التهوية مرة تانية، لكن بليك ما بيلحقهاش ويستخبى من الحارس في المعمل. ساعتها بتكمل لينا خطتها وبتنجح انها تلقط المفتاح بالمغناطيس، وده في الوقت اللي بيمسك فيه واحد من الحراس المفتاح فجأة، لكن بعدين بيبان انه بليك، وده بعد ما ضرب الحارس في المعمل ولبس هدومه وخرج من المعمل على انه واحد منهم. بعدها بيظهر الحارس اللي ضربوه في الاول وهو بيبلغ مايسون باللي حصل، وبيعرف مايسون انهم بيتحركوا بمفتاح، وبيجمع مايسون كل المدرسين ساعتها وبيكون شاكك ان حد منهم ادى مفتاح للينا. وفي الاوضه اللي متجمع فيها المدرسين بتعاكس بيرش مدرس معاها وبتغفله وتسرق منه المفتاح اللي معاه، وبعدها بيدخل مايسون علشان يتاكد من مفاتيح وبطاقه هويه كل واحد فيهم، ولما بيجي الدور على بيرش بتظهر المفتاح بتاع زميلها، وساعتها بيتقبض على زميلها اللي سرقت منه المفتاح، وبيساله مايسون عن مكان لينا، لكن الراجل على الله حكايته ما كانش عارف اي حاجه، فبيضربه مايسون ساعتها وبيخليه يفقد الوعي. واخيرا بتدخل لينا الاوضه اللي فيها السيرفر وبتحاول تفتح الكمبيوتر بالمفتاح اللي معاها، لكن علشان هي فقريه بيكون مايسون حاطط كلمه سر على الكمبيوتر ده. وهنا بيجي دور كيلان زميلها الهاكر القديم، على طول بتبعت له لينا رساله علشان يساعدها، وبعد شويه بيرد عليها وبيخترق الكمبيوتر بتاع مايسون، وساعتها بتدخل لينا على نتائج الامتحان وبتعرف انها جابت 98% ورغم كده مسقطينها، وبتكمل بحث في النتائج وبتكتشف ان ايلي حبيبه بليك اللي اتعدمت من سنه كانت جايبه 86%، وفي ناس كانت جايبه درجات اقل والناس دي نجحت، وبتتاكد ان الدرجات دي مزوره وان المحافظ هو اللي بيتحكم في مين ينجح ومين لا، وبتبعت لينا ملف النتائج المزوره لكيلان زميلها، لكن عشان محظوظه زي ما احنا عارفين الكهرباء بترجع مره تانية، وبيقدر مايسون يعرف مكانها عن طريق كاميرات المراقبه، وبتعرف لينا انهم كشفوا مكانها وبتهرب، لكن ما بتلحقش تهرب ومايسون بيقبض عليها على طول. وبنروح لبليك مره تانية اللي بيكون في الاوضه مع الطلبه اللي فشلوا في الامتحان واللي كان متنكر في زي الحارس، وبيقول للحرس اللي هناك ينقلوا الطلبه لاوضه التسليه، لكن الحارس بيرفض ينفذ كلامه وبيتخانقوا سوا. بيتجمع عليه الحرس ويشيلوا قناع من على وشه وبيتعرفوا عليه، وهنا بتوصل رساله لين لكيلان وبيتصدم من تزوير النتائج اللي حصل، وعلى طول بيبعتها لصحيفه ليه صله بيها، وكعاده الصحافه والتلفزيون لما بيصدقوا، وساعتها بيعملوا تقارير عن تزوير النتائج
نتائج الامتحانات دي، وبيوصل الخبر لمديرة المحافظ دين، على طول بتتصل بيه وبتهدده بحرمانه من ترشيحه للرئاسة، وعلشان ينقذ نفسه بيعمل مؤتمر وبيلفق فيه التهمة لميسون، وبيتظاهر انه ملوش دعوة بحاجة وانا راجل بريء. وعلشان التمثيلية بتاعته تكمل كان لازم يصدر قرار باعدام كل الناس اللي ما نجحتش فعلا في الامتحان، ومن ضمنهم ابنه بلاك. وفي الجامعة بيكون مايسون واخد لين لأوضة التصفية علشان يعدمها هي والطلبة التانيين، وبيكون بلاك ساعتها معاهم. وبعدها بيتصل مايسون بدين علشان يعرف هينفذ الاعدام ولا لسه، لكن دين بيبلغه ان يعدم الطلبة اللي ما نجحتش بالفعل بما فيهم ابنه ويخرج الطلبة الناجحين. ساعتها بيحرر الحارس لين والطلبة اللي نجحوا، وبياخد مكانهم الطلبة اللي ما نجحوش فعلا بما فيهم بلاك، وعلى طول بيحقنوهم بالحقنة المميتة علشان بعدها يتشال الحظر على الجامعة. وبتخرج لين لأختها الصغيرة ومدرستها بيرش، وبتمر ساعات وبتبان جثث الطلبة المعدومين في أسانسير نازل تحت الأرض، لكنهم كانوا بيتحركوا، وده معناه إن المادة اللي اتحقنوا بيها كانت مجرد مادة منومة علشان يقف الأسانسير بيهم لما يوصلوا المكان زي مصنع تحت الأرض، وبيكون في ناس كتير في المصنع ده ومنهم إلي حبيبة بلاك واللي بتكون لسه عايشة هي كمان. وبيبان إن الطلبة اللي بتفشل في الامتحانات ما بتتعدمش ولا حاجة، لكن بيتم استعبادهم وتشغيلهم في شركة سرية كبيرة، ودي كانت ضمن خطط الحكومة الأمريكية. بدل ما قللوا الكثافة السكانية بالقتل بيستعبدوهم للأبد ويشغلوهم، وده علشان يزودوا الموارد والبشرية ما تنقرضش. والحد هنا بيخلص في المنى. عايزك تتخيل كده يا مان، لو امتحاناتنا كلها كده تسقط تموت، يا قوم فز بسرعه روح ذاكر اي حاجه. لكن قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وكمان تفعل التنبيهات، وده علشان لسه عندنا ملخصات ناريه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.